أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة في بلاط صاحبة الجلالة. نستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة صباح اليوم. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو معلقا ومحللا على الأحداث وعلى هذه العناوين الأستاذ هاني عمارة رئيس قسم الأخبار بجريدة الأهرام. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. خلينا نبدأ الجولة من جريدة الأهرام في الصفحة الأولى. السيسي في الاحتفال بعيد العلم، زيادة الإنفاق على البحث العلمي ل 17.5 مليار جنيه، 4 جوائز جديدة للإبداع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والطاقة، صندوق لرعاية شباب المبتكرين بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. يعني امبارح كان في 3 قرارات الرئيس السيسي أصدرهم بمناسبة الاحتفالية بعيد العلم. رأي حضرتك في هذه القرارات؟ يعني أنا في تقديري ده أهم خبر الصراحة في صحافة اليوم، أهم خبر على الإطلاق، مش لأنه حدث علمي كبير، ولكن هنا رئيس الدولة المسؤول الأول عن الدولة بيعطي إشارة البدء أو إشارة اهتمام بالعلم والعلماء والابتكار. خصوصا كمان حضرتك أن الاحتفالية دي كانت متوقفة لسنوات عديدة سابقة. لا دي يعني أنا بقول أن يعني طوق النجاح لمصر حاجتين، هو العلم والعمل. يعني احنا بالفعل محتاجين نعمل ليل نهار، المجتمع كله يتحرك حول لمجتمع منتج، مجتمع يكون لديه جدية في الأداء وفي العمل وفي الإخلاص وفي الإنتاج. أيضا لابد من على المسار الآخر الاهتمام بالعلم والعلماء والابتكار، لأن هي دايما يعني قاطرة أي مجتمع هي العلم والتعليم والابتكار والوصول إلى حلول المشاكل المجتمع الحقيقية. دي هي قاطرة التنمية بصفة عامة، كانت تنمية اقتصادية أو تنمية اجتماعية أو تنمية كمان سياسية. عشان كده أنا قلت أن ده أهم خبر وأهم حدث في صحافة اليوم. الحقيقة هو الأهم من ذلك أن تنتقل توجيهات رئيس الجمهورية أو قراراته إلى أن تترجم بقى بالفعل إلى 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 واقع، يعني الأجهزة المختصة الأجهزة المسؤولة بالفعل بقى ترعى العلم والعلماء والمبتكرين والحقيقه، ويبقى عندنا اولويه لمشاكلنا. بمعنى ان احنا عندنا مثلا ازمه مثلا في المنتجات الزراعيه، بقى العلم البحث العلمي والابتكار العلمي مركز في مساله الزراعه وكيفيه النهوض بالزراعه وكيفيه ان احنا ازاي. كمان قبل كده كان في مشكله التمويل، فبالنسبه للصندوق لرعايه شباب المبتكرين هو يعني رئيس الجمهوريه حل مشكله التمويل. يعني ما اخصص 17 مليار للبحث العلمي، هذا مبلغ كبير جدا، ولكن الحقيقه احنا كيف نستفيد بقى من هذه المبالغ، كيف نترجم هذه الاموال الى انها تكون في النهايه منتج علم حقيقي. يعني احنا دايما نقول يعني احنا عندنا بنستورد جزء كبير من منتجاتنا او احتياجاتنا الغذائيه والزراعيه، يبقى انا ادي اولويه ازاي ان انا اعظم الانتاج، ازود المنتجات الزراعيه. يعني انا ادي اولويه للبحث العلمي الذي يعني يتدخل لحل مشاكل المجتمع. عندنا مشاكل مثلا في الخامات، عندنا مشاكل ازاي ان احنا نشوف اللي هي المنتجات اللي تتميز بها مصر في التصدير، لازم اعظمها واشوف انها ازاي تحقق ميزه تنافسيه بره. يبقى احنا عندنا جدول في اولويات للبحث العلمي. هو ده التحدي، ان يعني احنا يعني رئيس الدوله رصد مبالغ كبيره، اعاد احياء الاحتفال بالبحث العلمي، وده طبعا يعني مش مجرد مناسبه علميه، لا هو ده توجه سياسي للدوله. رئيس الدوله اهتمام بالعلم والمفكرين، بيعيد الاهتمام بالعلم والعلماء. دي رسالة للداخل ورسالة للخارج ورسالة للعلماء أنفسهم، إن أنا يعني كرئيس الدولة أنا في ظهركم، أنا معاكم، أنا بدعمكم. يعني يأتي الكرة الآن في ملعب العلماء والباحثين والمبتكرين، كيف نترجم هذا الاهتمام إلى قيمة مضافة، إلى منتج حقيقي يعود على المجتمع بالنفع والتنمية والتقدم. نعم، خلينا نروح لجريدة الأخبار. المجموعة الاقتصادية بتناقش اليوم لائحة قانون الاستثمار إسماعيل، تراجع الدولار أمام الجنيه مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد المصري. تعليق حضرتك. الحقيقة يعني هذا يعني خطوة طال انتظارها. يعني احنا سنوات أكثر من 3 سنوات بيتحدثوا عن قانون الاستثمار، وفي النهاية لائحة القانون انتهت ومجلس الوزراء هيناقشها لإقرارها.
يعني بنتمنى ان بالفعل عجله استثمار يعني تعمل وتستمر، لان يعني في برنامج الاصلاح الاقتصادي تم فيه تحرير كثير من الخدمات، اسعار الخدمات والسلع، تم فيه تخفيض الدعم عن بعض القطاعات. ها يعني انا دايما اقول ده عمليه الاصلاح لا يجب انها تتم من طرف واحد. بمعنى ايه تتم من طرف واحد؟ ان انا في هناك عجز في الموازنه، عجز كبير في الموازنه، لا يجب ان انا برضو ان انا يعني اعوض هذا العجز من جيوب المواطن او من تقليل الدعم او من زياده الاسعار. في المقابل لازم يكون في هذا، عشان الامور تكون متسقه وتحقق التوازن المطلوب، ان بقدر ما انا بحرر الاسعار في بعض الخدمات وبخفف الدعم عن بعض السلع او الخدمات، لازم في المقابل يكون فيه يعني تهيئه كبيره لمناخ الاستثمار والانتاج، بحيث ان انا اساهم في توليد فرص العمل، في تحسين الدخول، لان هو زياده الاسعار لابد ان يواجهها زياده في الدخول. زياده الدخول بتاتي عشان تكون دخول حقيقيه مش وهميه، يعني مش ازود المرتبات دون كمان مناخ العمل والانتاج كمان المحلي او الداخلي في مصر. يعني في الاسبوعين اللي فاتوا كان في قرارات لاعاده فتح اكثر من 7000 مصنع، ده طبعا هيفتح فرصه كبيره فرص العمل. نعم، اللي يحقق التوازن في مساله برنامج الاصلاح الاقتصادي عوده السياحه، زياده الانتاج، زياده التصدير، كل هذه هي الثلاثيه، دايما اقول الثلاثيه الذهبيه لتحقيق التوازن في برنامج الاصلاح الاقتصادي، بحيث ان انا ما يكونش بس الحل على حساب المواطن، حل ايضا في زياده الانتاج وزياده الاستثمارات وزياده الصادرات، لان ده اولا بيخفف الضغط على الدولار، بالتالي بتتراجع الاسعار وبيقل التضخم. زياده الانتاج بيبقى هنا بيديني عائد حقيقي، الناس بتاخد مرتبات حقيقيه على انما العكس ذلك بيديني زياده في المرتبات، وبالتالي يمكن في خبر كمان معانا 2.9 مليار دولار، ده ايرادات قناه السويس في 7 شهور. الـ 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 هو يعني مساله برضو الايرادات علشان قناه السويس، عشان برضو نبقى موضوعيين، هي مرتبطه، ده ممر دولي، يعني ممر مرتبط بحركه التجاره العالميه، يعني لما بيكون فيه رواج في حركه التجاره ما بين، يعني هي ممر لنقل التجاره من الشرق، ممر ملاحي عالمي طبعا، بالضبط، من الشرق اسيا ومن الصين اليابان الهند الى اوروبا او العكس. فهي لما بتكون في حركه تجاره، في رواج في حركه التجاره، بيزيد عدد السفن وبالتالي بتزيد الايرادات. يعني هي الامور برضو في القناه، أنا هو في يعني بدايه تعافي للاقتصاد العالمي، في تقارير دلوقتي بتقول الاقتصاد الدول الاوروبيه او الامريكيه في زياده، او التجاره الدوليه بتتعافى وفي زياده بمعدلات تصل الى 3%. كل ده يعني بيؤشر الى يعني الى يدينا حاله من التفاؤل في الاقتصاد، لان برضو يعني حركه التجاره لما بتزيد، الاقتصاد العالمي لما بينمو، يعني كل الاقتصاديات الناشئه زي مصر او غيرها بيستفيد من هذا، سواء في حركه الملاحه من قناه السويس او حتى في مساله يعني دعم التصدير وحركه التصدير بالنسبه لمصر يعني. طيب بنروح لجريدة الشروق. مصر بتتسلم الغواصة الألمانية الثانية خلال ساعات، الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار 11000 ميل ومزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. ممكن نعم. دي الغواصة الثانية من تعاقد لأربع غواصات ألمانية الصنع. هو يعني الحقيقة يعني خليني يعني اديني وقت في المسألة دي، يعني مسألة التسليح فضل. يعني ده الحقيقة هو ده استكمال لبرنامج في مسألة التسليح على المستوى البحري، على المستوى الجوي، على المستوى يعني على كثير من المحاور في تحديث التسليح في الجيش المصري، تنوع عملية التسليح في الجيش المصري. مسألة أنا شايفها في غاية الأهمية الاستراتيجية. ليه؟ يعني برضو الناس اللي بتتساءل والنفاق العسكري والتزويد الجيش بأسلحة جديدة، سواء غواصات أو فرقاطات أو حاملات طائرات، وكان المنطقة العربية بتمر بحالة خطيرة جدا من الفراغ الاستراتيجي. يعني أنت كان دايما أنت بتكلمي على الأمن القومي العربي ككتلة واحدة،
من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي. كان كل هذه كان في كل الدول دي لديها جيوش، جيوش بتكمل بعضها، جيوش بتمثل رصيد استراتيجي للمنطقة العربية بما فيها بالقلب منها مصر. في حالة فراغ خطيرة جدا، في جيوش خرجت من هذه المعادلة زي الجيش السوري، الجيش اليمني، الجيش الليبي، الجيش العراقي، كل هذه الدول انهارت جيوشها، فبالتالي عندك فراغ استراتيجي. بالتالي هنا مصر لابد أن تكون لديها قوة، لأن طبعا الضعف والفراغ أكيد بيحرك أو بيسيل لعاب كثير من القوى الإقليمية للدول الضعيفة دي، ده ده دي شيء طبيعي. فمصر لازم تكون دولة قوية، دولة لديها جيش قوي، لديها تسليح قوي، حتى يعني تكون يعني أداء للردع ورسالة للإقليم بالكل أن مصر يعني رغم هذا الفراغ تمتلك من القوات، تمتلك من الجيش الحديث، أجهزة حديثة، تسليح حديث، علشان تحافظ على أمنها القومي المصري. لأن الحقيقة الفراغ حوالينا مخيف، يعني سواء من ليبيا، سواء من يعني احنا كان دايما يقول لك أمن القومي العربي أو المصري بيبدأ من حدود العراق شرقا إلى يعني حدود المغرب غربا. يعني فتخيلي في حالة هذا الفراغ لابد أن يكون لدينا قوات تحمي الوطن، تحافظ على الأمن القومي المصري. والحقيقة يعني أنا من أنصار هذا تماما ومؤيد لهذا تماما كمواطن مصري، لأن إن لم تمتلك القوة هتكون مسار مطمع، مسار تهديد لأمنك. يعني الحقيقة يعني خلينا أنا عايز أقول الأمن هو رقم واحد واثنين وعشرة. يعني أنا لو أنا أمتلك اقتصاد جيد أو ثروات أو وليس لدي القوة التي تحميها، ما هي الفائدة إذا؟ إذن لابد أن تكون هناك قوة تحمي حدود الوطن وتحمي أمن الوطن وتحمي ثروات الوطن وتحمي مقدرات الوطن. فهي الحقيقة لأن يمكن الظروف اللي حصلت، التطورات اللي حصلت في السنوات الأخيرة هي التي فرضت على صانع القرار أو المسؤولين أنهم يعني إيه يعني يحافظوا على هذا التوازن العسكري والتوازن الأمني في المنطقة. أستاذ هاني، خلينا نروح لجريدة الوطن. رئيس الوزراء تخصيص أراضي للمشروعات في 8 محافظات، استيراد 13,000 رأس ماشية لطرحها في الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك. لأن الحقيقة اللي يعنيني أكتر مسألة تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، إحنا بالفعل عندنا مشكلة كبيرة جدا في إقامة المشروعات، في فتح فرص العمل، فتح أبواب الأمل للشباب، يعني الحقيقة إحنا عندنا تحدي في مسألة الاستثمار وتحسين حياة الناس وزيادة فرص العمل، يعني خاصة بالنسبة للشباب. يجب على الحكومة أنها تبذل كل ما هو وسعها لمسألة الاستثمار وتيسير الاستثمار. في اللائحة الجديدة لقانون الاستثمار المفروض أنها مجلس الوزراء هيناقشها النهاردة، نتمنى أنها تقرب أسرع وقت ممكن ويتم بقى تفعيلها بقى بشكل وتجميع حق. كل الملاحظات اللي أبدتها كل الوزارات المختلفة طبعا، ما هو دي كانت الفترة اللي فاتت القانون. هي كانت محل الدراسة بقى بحيث أنها تطلع ما فيهاش بقى أي مشاكل. إنما الحقيقة دايما أقول لمصر ما عندهاش وقت، إحنا ما عندناش وقت الحقيقة. يعني إيه عدونا الحقيقي هو الوقت. لازم إن إحنا دايما أقول الحاجة اللي هي المفروض تستغرق شهر نعملها في يوم، واللي في يوم في ساعة وهكذا. يعني الحقيقة لابد أن نسابق الزمن في مسألة الإنتاج والاستثمار وتحسين حياة الناس. ده الحقيقة هو ده اللي بيؤدي لاستقرار الاجتماعي الحقيقي، هو ده اللي بيؤدي إلى الرضا المجتمعي للناس، سواء هو ده اللي بيخلي مسألة هناك ثقة ما بين السلطة وما بين المواطن. الحقيقة هي دي التحدي، لابد أن يعني إيقاع الحكومة يكون أسرع من كده بكثير. نحن نشوف بقى حقيقة تيسيرات حقيقية، مشروعات حقيقية، الناس تعمل، الناس تشتغل، الناس دخولها تزيد، الناس، لأن هو ده الحقيقة هو طوق النجاح للمجتمع بشكل عام. التحدي الأكبر كمان الاستمرارية في الشيء، يعني الاستمرارية في فتح المصانع أو في تخصيص هذه الأراضي. صحيح. وتخصيص المصانع هو طبعا في توجه يعني إقامة منطقة صناعية في، وده الحقيقة ده توجه مهم جدا الحقيقة. يعني برضو نجم نعترف للحكومة بيه، إن أنت عندك دلوقتي في توجه إقامة مناطق صناعية في أنا مش مركزة بقى في منطقة في المدن التقليدية زي أكتوبر والعاشر والسادات وبرج العرب. الحقيقة التوجه الجديد الحقيقة فتح المجال لمساحات أرحب. يعني احنا بنتكلم على منطقة صناعية ضخمة جدا في
شمال الدلتا في كفر الشيخ، بتكلم على المثلث الذهبي في الصعيد، بتتكلم على في البحر الاحمر، بتتكلم عن مناطق في الصعيد، بتتكلم على مناطق اليوستيه في الحدود، على في السلوم، في على الحدود السودان، في ارقين. يعني الحقيقه هو ده التوجه، بس اتمنى ان هذا التوجه اللي هو انا شايف ان هو توجه مهم جدا، لان اللي هو يعني ما يبقاش التنميه موزعه في اقليم فقط، لكن التنميه والحوافز والمزايا الاستثماريه موزعه على كثير من الاقاليم. لو عندنا منطقه صناعيه في الدلتا مثلا في كفر الشيخ هتخدم دمياط والمنصوره وهتخدم البحيره، ومنطقه مثلث الذهبي في البحر الاحمر بتخدم فينا والبحر الاحمر وسوهاج. يعني ايه هو ده الحقيقه توجه مهم جدا، لكن اتمنى ان هو يترجم بقى حقيقي. يعني ما نقعدش نتكلم على مثلا زي توشكا، بقى قعد اتكلمنا على توشكا وبقاله سنين ما اتكلمش على مشروعات ابو طرطور واللي حصل فيه. يعني الحقيقه لازم المشروعات دي بقى تكون في اجنده حقيقيه، زي ما برضو السخنه وشرق بورس، يعني الحقيقه تكون اجنده حقيقيه لبدء ودوران عجله الاستثمار الحقيقي، وتكون في حوافز، يكون فيه جذبه، شوف العالم ماشي ازاي. فيه طبعا لازم نعترف ولازم يعني يكون عندنا يقين ان احنا الحوافز اللي احنا بنقدمها للمستثمرين في غيرنا بيقدم افضل، يعني ممكن يكون افضل منها. لازم اشوف الجيران المنفسة، واشوف الاقليم بيشتغل ازاي، واقدم حوافز تكون اضعاف اللي بيقدمها دول الجيران او دول الاقليم، علشان بالفعل تبقى مصر دوله جاذبه للاستثمار وتحرك عجله الاقتصاد وعجله التنميه. خلينا نرجع لمصر اليوم، ووزير الزراعة بيكلف بإعداد خريطة القطن المصري استنباط أصناف جديدة وحظر النقل بين المحافظات. والله هو القطن المصري ملف، يعني ملف الحقيقة محتاج نظرة مش من وزير الزراعة، من سياسات الدولة بشكل عام، يعني من السياسات الصناعية وال يعني قطاع الغزل والنسيج. قطاع يعني كان معروف إن القطن المصري كان يعني حق من الامور اللي هي بتميز المنتج، له سمعه عالميه القطن المصري، وكان له سمعه كبيره جدا. حقيقة بنتمنى ان يعود القطن المصري اللي هو مازال بيتمتع بهذه السمعه. الحقيقه المشكله الكبيره ان القطن المصري حصل فجوه ما بينه وبين المنتج المصري، المنتج اللي قصدي صناعه الغزل والنسيج. ان انت الأجهزة بتتطور في العالم، أجهزة الغزل والنسيج بتتطور في العالم، وقطاع الغزل والنسيج قلعة ضخمة جدا زي قلعة المحلة توقفت عن تطوير الخطوط الإنتاج، تطوير الأجهزة، تطوير يعني دلوقتي في طفرة هائلة جدا في المصانع وفي الماكينات الغزل والنسيج. الحقيقة هذا التطور لم يحدث على مستوى الآلات والماكينات في الوقت اللي العالم كله بيتطور فيه. فالحقيقه محتاج ان المعادله دي يعني ايه يعني ترد على بعضها. انت بتعمل سابق الفجوه دي في اسرع وقت ممكن. بالظبط كده، لان هو ده برضو ايه يعني دي ممكن تعمل لك يعني عاوز اقول ميزه او تنافسيه كبيره جدا. عندك منتج يمكن تقريبا المنتج المصري ده او القطن المصري له سمعه عالميه، عندما يتحول بدلا ما بصدره للاسف دلوقتي نتيجه ان مفيش تطوير الاجهزه انت بتضطر تصدريه خام. يعني لو انت بتصدر القيمه المضافه بالظبط، انت ممكن تصدريه منتج غزل او لبس او ملابس جاهزه ب 10 اضعاف الخام. الحقيقه هو ده دور البحث العلمي بقى والعلم. ما ده اللي احنا كنا بنقوله، ان البحث العلمي ازاي يحل مشاكلنا ديت، وازاي يحطها على صداره اجنده المجتمع، وازاي برضو الميديا والإعلام والصحافة ازاي برضو تحط عينها على المخترعين وعلى الباحثين وعلى العلماء وعلى المبتكرين، ان هم برضو يبقوا نجوم مجتمع، لان ده بيعمل مناخ لدول، بيحسسهم بقيمتهم وقيمة انتاجهم وقيمة عملهم والرسالة الوطنية اللي بيأدوها. يعني ما يبقاش عندنا نجوم الكورة او نجوم الفن، لا عندنا نجوم العلم ايضا يزاحموا الساحة الإعلامية والساحة الصحفية، ان هم بالفعل يعني وده مجال احنا شاطرين فيه، وده مجالنا اصلا من ايام الفراعنه الزراعه. صحيح صحيح، ولينا اسواق كتير زي ما احنا بتمنى قبل كده مع حضرتك. حضرتك قلت احنا قدامنا يعني اسواق في افريقيا وممكن كمان اسواق في اوروبا، فلينا مصر يعني دايما اقول موقعها يعني سبحان الله جوهره جغرافيه ربنا
أعطاها لهذا الوطن وهذا المجتمع، يعني من الشرق إلى الغرب، بحرين، يعني حاجة موقع يعني الحقيقة مناش فضل فيه، لكن ربنا يعني أودع هذه الجوهرة في هذا المكان. يعني كيف نعظم العائد من هذه الجوهرة الجغرافية؟ الحقيقة يعني هو ده دورنا كمجتمع وكبشر وكباحثين وكيعني نخبة، إزاي ننهض بهذا الوطن اللي هو فيه كل مقومات النهضة. يعني الواحد أنا يمكن الوقت يعني لا يتسع، أنا سافرت برا وشفت أماكن وشفت دول، الحقيقة إحنا عندنا مقدرات ومقومات هائلة. إزاي إن إحنا مواردنا غنية، وعاوز أقول لك إن الأجانب يعني يمكن يكون أكثر إحساسا وأكثر معرفة بقيمة هذا الوطن والإمكانيات اللي فيه. وبعدين مسألة برضو يقول لك الموارد والكلام ده، أنت يكفيكي أن تمتلك الأرض. هناك دول ما عندهاش، دولة زي اليابان تقريبا تلت مساحة مصر، أو ألمانيا تلت مساحة مصر. إنما إذن اللي بيصنع التقدم هم البشر، اللي بيصنع التطور هم البشر. المسألة مش مسألة موارد، المسألة دلوقتي العلم يعني تغلب على كثير من المشاكل وحل كثير من المشاكل. هو مهمتنا أن احنا العلم بالعلم أن احنا نتغلب على هذه المشاكل، ونعظم ثروات هذا الوطن ونعظم عائد هذا الوطن اللي أنا ما زلت وسأظل أقول أنه هو جوهرة جغرافية حباها الله لهذا المكان. خلينا نروح لخبر تاني من جريدة الأهرام. المؤشرات 70% الحد الأدنى للقبول بالجامعات للعلمي، و 65% للأدبي. بدء المرحلة الأخيرة للتنسيق الأسبوع المقبل بحد أدنى 50%، والدبلومات الأسبوع المقبل. يمكن السبت اللي جاي كمان 132,000 بيؤدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. وتشاومينج بيبدأ الحرب مبكرا وبيزعم تسريب الأسئلة من جديد. والله يعني برضو ده الخبر التقليدي اللي هو يعني احنا في موسم دلوقتي، موسم التنسيق والنتائج والكلام ده. اللي الواحد انا بتمنى ان فعلا ياتي يوم ان الثانويه العامه دي تبقى سنه عاديه جدا، سنه ما فيهاش نوع من التوتر ولا الصراع ولا يعني الحقيقه. والمساله ما هيش بدعه، يعني موجوده في كل العالم. انت بحط معايير للطالب، بحط له مقاييس ازاي ينتقل من سنه لسنه، وازاي يبقى المعيار هو التحصيل العلمي مش المجموع. يعني انا رايي ان المجموع مش معيار، يعني بدليل ان في ناس ممكن تبقى اوائل في الثانويه العامه بينتقل للمرحله الجامعه، ممكن لا يكون نصيبه من التفوق بقدر ما هو موجود في الثانويه. الثانويه بتبقى سنه مضغوطه وسنه فيها صراع وفيها دروس وفيها سهر، علشان مش عشان احصل العلم، بالعكس في تقديري عشان اجيب مجموع يدخلني الجامعه. انما لازم التعليم يتحول من الحصول على مجموع الى الحصول على العلم، تحصيل العلم. يبقى في معايير للعلم مش معايير للمجموع. يتمنى ان احنا ننتقل من المرحله دي ونشوف بقى الناس الصراع على كليات القمه. دلوقتي في مشاكل دلوقتي في خريج المهندسين، ومشاكل في خريج الاطباء في عدد العدد الكبير. ها لما يبقى في اليه سوق العمل، وسوق العمل في حاله من التوازن، هتلاقي كل ممكن الاول الطب بيخش في كليه تكون ما هيش قمه ولا حاجه، لكن فيها فرصه عمل جيده للحياه. يكون في توعيه كمان للطلاب علشان يقدروا يعرفوا مثلا تنافسيه سوق العمل دلوقتي ايه، متطلباتها هو دي وايه الاحتياج. دي بقى اللي هي دي سياسات العام، ازاي ان انا بضع مناهج تعليميه تحقق التوازن ما بين العلم وبين سوق العمل. نعم. ويبقى هنا يبقى الخريطه واضحه للطالب او اللي هو بيحصل العلم. هو بيحصل العلم ده علشان قدامه شايف عينه هدف في المستقبل، فرصه عمل رايح لها، مش مساله بقى ايه ان انا عاوز اجيب مجموع. يعني انا في رايي ان المجموع والكلام ده ما هوش مقياس حتى النجاح في الحياه. ممكن ناس بتحصل على مجاميع اقل لكن عندها ذكاء اجتماعي وعندها فرصه محدده هدفها بتحقق نجاحات حقيقيه في الحياه. والامثله حتى يعني في العالم كتيره في هذا المجال. يعني احنا في النهايه بنشكر الاستاذ هاني عماره رئيس قسم الاخبار بجريده الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك معلقا ومحللا لكافه الاحداث والعناوين والمنشطات الصحفيه. شكرا يا فندم. نتحول الان مشاهدينا لمعرفه اهم الاخبار الاقتصاديه وعبير شوشه. اتفضلي عبير.